مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. وكيف ما يلا قطعنا واحد اللايف من مكان الجريمه اللي وقعت البارح هنايا في تشارك المشكل اللي وقع بين جوج ديال الناس، واحد حوات والاخر خضار، وقع بيناتهم سوء تفاهم، مات واحد والاخر داو. اليوم جينا باش نشوفوا هنايا اصدقاء ديالو ديال الدرب، نشوفوا ناخذوا التصريحات ديالهم. لقينا هذا السيد هذا اللي هو ولد خال اللي توفى، يعاود لينا شويه على هذا السيد هذا اشنو وقع، الحاله الاجتماعيه ديالو، بزاف ديال الامور غنعرفوها. السلام عليكم اسيد. هضر معنا شويه بجد. السلام عليكم. بعدا خوت هذاك اللي مات الله يرحمه، وهذاك اللي قتلو هو ولد الولد. فهمتيني؟ لابوس انا دارت هنا في الدرس، بدر كان معايا بنهار. ما عندناش شنو غادي يطرى بيناتنا حنا، ولا نهار اي واحد شنو غادي يطرى. الله اللي كيعلم بالقلوب. واحد اللحظه تيجي هو كيسلم من هنا، هذاك الباص هذا جاي جاي بحال ما كيشاد وكيتزعزع. طاح بحال ما الدم هنا كيترش هنايا، طاح كيترش الدم شي رشان بحال الحاوي. الله يستر. هاد اللحظة قلت الدراري مالو، شكون ضربو؟ قال لي ضربو واحد الدري، قال لي ضبيبة. جيت نشوف لقيت ديك ضبيبة دروي، مشيت عنده ماشي واخا بعكاكسي واخا بحال ما كان، مشيت عند كيمان مع ولد خالي هادي. قال لي انا بيني وبينه والو، تعدى عليا كيمان واش داير لك هادي؟ قال لي دخل لي حدا رجلي هادي دويت معاك شي يرجع لي ضربته. فهمتيني؟ يعني تا هو ضربو ما عرفش راسو ولا قتلو. عرفت راسو واش غيقتلوه ولا ما. قال لي راه ضربته وخرخرته. قال لي السيد راه كيموت، الله يهديك. قلت لي السيد راه كيموت هادي. وقال لي الملائكة، الملائكة بحال ما تقدر لي كبيرة وما عيطش ويمشي ما غادي بحال ما غادي الزرقة مع الباب. تخلع. تخلع الزرقة. جيت عاوتاني هنا لقيت الشوقة بحال هنا رشاناها. بنادم ميت كيتوفى. بنادم الشوقة. نقول بنادم حيد حيد ما بغاش يحيد. جيت انا جيت انا كنشير. لومبيلو جا واحد الدري ولد الدرب مسكين. وقع عيطوا الاسعاف. مشى واحد الدري موطور السيد هذا نيت. مشى موطور هو يجيبها. ملي جات جاب الاسعاف ما ميت ما والو. لقى لي والله وصلت الوالده ديالو للسبيطار ويقول والامانه امان. انت امان. انت امان. حنا كنطالبوا كل شي جمعيه هذوك الوليدات اللي عنده، جات الوليدات يتامى. خلات ثلاثه البنيات. امهم مسكينه الله عمرها دار. شافت معاها مسكينه جميع الحلول هذاك السيد الله يرحمه. وما كانتش كتفوت كتمشي للحبس، المهم ما كانتش كتفوت. هذوك البنيات حنا بغينا شي واحدين يتكلفوا بهم الله يرحم الوالدين. حنا كتبغي تهضر معنا دابا وعينك فيهم الدموع. خاود خاله والبارح من البارح ما بكيش. انا اصلا من البارح وانا مصدوم. ما تيقش بهذاك السيد فهمتيني؟ وش بيت الله؟ انا بغيت البنيات وهذيك المرة اللي عنده راه مو راه عندها راجلها راه عنده وليداتها. الاولاد راه كيتعاودوا ولكن الوالدين ما كيتعاودوش. الله يصبر هذه العائلة، الله يرحم الوالدين. شوفوا من حال هذه البنيات جاهدوا. هذه البنيات ولاو بنيات المغاربة كاملين دابا. وليدات المغاربة كاملين. أمهم راه كارية. الله يقراو. ساكن الله كنت مريح معاهم أول البارح كيضحكوا مع مريح مع المدام ديالهم في الجار ديال فوق. مريح معاه وكيضحك كيلعب بنادم ما عارفش على راسه. بنادم راه كيموت 40 يوم قبل من كيتوفى. الله يرحم الوالدين. أنا شي جمعية كيتعاونوا مع هاد الناس هادو. راه بجوج مدراوش والدري درويش وهاد الدوخه. والله ما عندنا لا فانيد لا حشيش لا والو. كيبيعوا لنا الماحيه ولاد مجموعه سته كيبداو يبيعوا البلاد الماحيه، كيبداو ارقام بنادم من الاخر. هاد المشاكل كامله من بنادم كيبداو كيمشيو وقاعدين مع ولاد مجموعه سته وكيبداو يعطيو لبنادم داك الشيء مخدر يخدروا في بنادم. وذاك الشيء بسبب التخدير باش كيوقعوا المشاكل. هما رمضان كامل هما مريحين مع بعضياتهم اخوه. هذا كيبيع الحوت، هذا كيبيع الخضره، كيريحوا كيديروا عصير بالليل، كل شيء كيريح بالليل. سي نورمال ولاد الدرب يعني ولاد الدرب. رمضان واخا كيتناقلوا بالنهار ما كاين والو، واخا كيتناقلوا علاش؟ هذا ماشي مخدر شي تخدير، كيتناقل كيتفاوت مع الحال، كيتسامحوا من وراء الفطور ما كاين والو. عادي بحال كاع الدراري بحال كاع الدروب. رمضان بلادي ما كيوليدوخ، ما كيعرفش شنو هو خوه ولا، يقدر يتدارم مع خوه، يقدر يتدارم مع والديه الله يستر. المرة والديه ولاو كيتناقلوا معاهم الله يستر. الله يرحم الوالدين. كنطلبوا من جمعيه ولا شي حاجه. بخصوص النداء ديالنا اليوم الجمعيه على السبب. مرحبا انتم اخويا. مرحبا. الله يرحم الوالدين كيفاش يفرقوا. الله يدير لنا خو شي تاوي. الله يرحم الوالدين. هذا نداء ديالنا يعني متابعينا الكرام، فهذا نداء ديالنا للجمعيات والمؤسسات على قبل هذوك الوليدات وذوك البنيات. لا اللي مات لا اللي قتل بجوجهم يعني وليداتهم دابا مساكن غادي يبقاو وليدات المغاربه كاملين، حيتاش الاخر
مشى للحبس. شوف يعني علم الله بحال ديال عائلته ووليداته، وهذا مسكين مشى للقبر عائلته وبنياته. كنعرفوا ان في هذا الزمان يعني الرجاله وكيغلبهم الزمان، عساك الا مات الزوج وخلى الزوجه بوحدها تحارب مع ذوك الوليدات وتحارب على قبلهم. وكنعرفوا المجتمع ديالنا صعيب يعني كاري حتى هي جوج كريم جوج كريم، ولا ما خلصتوش الكريم قدروا يجريو عليها. وعندها عندها با في الحي وعندها ما هنايا في السافه تيني، وها اللي كان كيروف عليها وهادي وتخاصم معاها مابقاش كيروف عليها. وتش الزوج اللي كان هاز المسؤوليه دابا الزوج اللي كان تيواجد المسؤوليه وكان كيمشي دبر حويجات كيدبر الحليب مسكين كان كيتقاشر في رمضان شحال من حاجه كيقول لي انا باغي عشوه من عندك العشره وندير ولادي هاد السنه وما غادي نتغدى لا طريف ما لا والو. انا بك مسكين كيقول لي ياخذ لي بزاليم الحليب وهذا يقول لي مراش انا مراش مسكين باقي سبرديله رمضان كامل واخذها سبرديله مسكين كلشي ديال بناتو مسكين باقي الله يسلمك. متابعينا الكرام كيف ما تابعتوا معنا مرحبا خويا مرحبا، كيف ما تابعتوا معنا متابعينا اكيد على ان هذه الروينه كامله يعني كيكون سببها هو انه الناس كيكونوا شويه مخدرين اكيد. فهذا نداء للجميع ولاد الدرب اللي خصوصا كيكونوا السويقات في الدرب في الاحياء الشعبيه فيتعاونوا بيناتهم. راه خوش واخا يوقع الغيار واخا يوقع هذه المشاكل يعني كتلقى مثلا واحد ولد الدرب ها هو مثلا ولد التشارك كان معنا ها هو فينا هو الدري اللي كان معايا هنا هو ولد التشارك دور علينا فيها هنا عند الدري ولد التشارك وما كيبيعش هنا في السويقه. السوق بعت فيها رمضان اخويا راهو مشاكل ها هو المجموعه اربعه خدام مجموعه اربعه كنبيع لخوك اخويا ما بغيتيش تحاك مع الدراري. السيد هذا البارح فين لقيتينا اخويا؟ عايزك اخويا جيت حي الصناعي بارك نبيع لخوك يعني وليتي كتباع هذا من الدرب على قبل المشاكل. المشاكل اخويا الشانم تتشي اخويا خلاصه الله يدير الاخر شي تاوين. الاخر عنده وليدات وهذا عنده وليدات ما بغينا حتى واحد يتضر فيهم. واخا راه الاخر تضر مات والاخر غيمشي للحبس الله يدير لهم شي تاوين. يعني حتى الاخر اللي مسكين اللي قتل راه حتى هو ما حتى هو ماشي مني ماشي بغى يقتلو داكشي ما ناويش اختي خويا راه سو السفا ماشي مشكل الدنيا هانية مرحبا مرحبا لا لا خطك الله يكبر بك لا لا خطك. شكرا لكم الدراري فيتو بزاف ديال المعلومات. السيدة عندي ادمون هذوك الفيديوهات اللي لاحوا الاخرين يقول لهم يمسحوهم فيديوهات ما وقفش عليهم من البارح قالوا الدراري قالوا شي مغالطات هادشي اللي هادشي اللي كاين اخويا ما عندنا لا فايد لا حشيش لا والو هنا واحد الدقيقه اخويا المهمه ديالك متابعينا الكرام كيف ما شفتوا معنا فهنايا فين يعني هنا فين وقعت الواقعه. لا الاجواء الدراري حيدوا الله يرضي عليكم رجعوا الدراري الله يرضي عليكم الله يرضي حيدوا شي ناس عايدوا شي نبدا البوط راه العافيه راه على البوط واحد البوط لا اله الا الله الله يصاوب ربح ديال البوط الفوق كي كنشوفوا بكل شفنا الدموع ديال الدري ودخلت اللي مات شفنا الدموع كذلك ديال الاصدقاء. فهنا فين كتبان لك يعني المحبه بين الدراري وهنا فين كيبان لك ولاد الدرب وهنا فين كيبان لك بزاف ديال الامور كلشي كلشي متعاطف معاه وكلشي يعني كلشي بقى فيه الحال كنشوف بقى فيه الحال لا بالنسبه اللي قتل ولا اللي قتل ولا اللي مشى الله يرحمه يعني بجوج يعني كيقول لك منهم كانوا دراوش سوء تفاهم اللي يقدر يوقع بين اي جوج اي جوج ديال الناس راه ممكن يوقع راه اي واحد فين ما مشيتي. ولكن هنا للاسف في هذا الواقع هذه هذا فول مسك فوق شو عايد تما فشفنا يعني شفنا شفنا الحسره ديال العائلات شفنا الحسره ديال ولاد الدرب. اصيفط على جاي جيبو 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 هاي السيده يعني هذا هو التأ فهذا هو التأثر اللي كنعرفوا في الاحياء الشعبيه ان ولو وقع الغيار ولو وقع بزاف ديال الامور فكيبقاو الدراري ولا الدرب خوت وصحاب وحباب يعني كتلقى واحد كيكالي على الاخر واحد يعني كيصوفي الاخر. سمعنا ولد خال الضحيه يعني مسكين شنو قال قال لك السيد كيشري لوليداته وبنياته ويخلي راسه هو بلاش. فهذا نداء يعني نداء نداء لجميع الوليدات جميع كلشي بقى فيه الحال
راه يعني مادام بقى فيهم الحال الا ورا الدراري بجوج ومضريفين. لو ان كان واحد فيهم خايف ما كناش نشوفوا الدريويش اخو، ما كناش نشوفوا يعني هذا التضامن كامل مع الناس. خوتنا بجوج ضعنا فيهم بجوج. لا اله الا الله. فهذا نداء نعاودوا عاوتاني نعزيو الدري نقولوا ليه البركه في راسه. لحقاش هو اللي توفى لي مسكين وخالته، شفنا دموع يعني الالام ودموع الحسره. امن اخويا والو. لا اله الا الله. الله يصوب وصافي رجع الله. واش كاين مشاهدينا الكرام؟ وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.